ده شكل المركب او الباخره النيليه والغرق الجزئي اللي بنشاهده مع حضراتكم طبعا من خلال موقعنا موقع القاهره 24. خلينا نقول لحضراتكم تفاصيل طبعا هذا الحادث، وهو شهدت محافظه المنيا عروس الصعيد صباح اليوم السبت تعرض باخره نيليه الى غرق جزئي اثر اصطدامها بكوبري خلال العبور طبعا دون وقوع اضرار بشريه ووجود خسائر مادية بمحتوى المركب. وانتقلت على الفور فرق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة إلى مكان الحادث، وتبين أن الباخرة قادمة من محافظة القاهرة وليس عليها نزلاء، وتقل 100 عامل من العمال العاملين بها، وتمكنوا من الخروج قبل غرقها، وتم التعامل مع الباخرة النيلية بكل حرص لخروجها بسلام. يمكن زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم اعزائي المشاهدين ومتابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24 في كل مكان، يمكن ده شكل الباخرة الموجودة الان داخل محافظة المنيا. طبعا يعني الحمد لله ما فيش اصابات او وفيات لهذه الباخره، وان ما كانش فيها نزلاء على الاطلاق، كان فيها العمال طبعا العاملين بهذه المركب، والحمد لله تم انقاذهم وخرجوا بسلام زي ما احنا شايفين طبعا قدام حضراتكم اعزائي مشاهدي ومتابعي كايرو لايف قناه القاهره 24 في كل مكان. طبعا ده شكل المركب داخل نهر النيل بمحافظه المنيا. يعني منذ الساعات الأولى تشهد المحافظة هذا الحادث، والحمد لله زي ما قلنا لحضراتكم إن مفيش أي إصابات طبعا والخسائر مادية فقط. وطبعا إحنا علمنا من مصادرنا إن طبعا المركب كانت في الورش وكانت في صيانة طبعا قبل قدومها إلى محافظة المنيا، وانطلقت من محافظة القاهرة متجهة إلى محافظة الأقصر، ولكن عند مرورها بمحافظة المنيا طبعا تم صدمها بالكوبري وحصل ليها انهيار جزئي. يمكن احنا زي ما شايفين قدام حضراتكم في الصورة اعزائي مشاهدي ومتابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24 في كل مكان، ان هناك عمال الصيانة والعاملين بالباخرة يعملون الان لصيانتها وإزالة المياه، وبيحاولوا ان هم يخرجوها. طبعا يمكن احنا برضو عرفنا من مصادرنا الخاصة من خلال موقعنا موقع القاهرة 24 ان المركب هتكون موجودة هنا داخل محافظة المنيا لمدة يومين او اكتر حتى اخراجها وعمل الصيانة لها وخروجها بسلام طبعا للعودة الى محافظة الاقصر.